الطيران الحربي يقصف مدينة طيبة الإمام. قصف بالطيران الحربي على مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي ودهالي تصاعد 4/4/2017. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء، ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. عدة غارات جوية نفذها الطيران الحربي على مدينة طيبة الإمام، ولا يزال الطيران الحربي في أجواء مدينة طيبة الإمام.